مرحبا أعزائي المشاهدين، اليوم راح نسوي لكم أكلة مع الخضروات ومليانة بروتين ومغذية كثير، وللصيام وللنباتيين يقدرون ياكلوها. وهاي الأكلة نسويها مثل العروق أو مثل الكباب بس بالخضروات. مقاديرنا هي جلاس من العدس الغير مقشر او العدس الاسمر، عندنا بصلة وعندنا خضروات مشكلة، طبعا كمون، البهارات مالتنا، وشوية ثوم بودر لو ثوم عادي هم يصير، وملح، وعندنا كزبرة ايضا نخلي وياها، وطبعا يجي وياها طحين مع الذرة، تقريبا 1 ديسيلتر طحين مع الذرة. هسه طبعا سلقنا العدس، نظفناه وسلقناه، غسلناه العفو، راح نسلقه سلقة تقريبا قبل ما يستوي ونطفي النار عليها. تابعوني للنهاية ونشوف شلون. هسه راح نبلش بعد ما غسلناه، قلت لكم العدس مالتنا نخلينا تقريبا جلاس عدس، نخلينا فوق النص لتر مي او اكثر، ونشغل الفرن على درجة حرارة عالية الى ان يفور ويستوي العدس. هسه نخلي الخضار مالتنا بعد ما تقريبا استوى العدس، نخلي الخضرة مشكلة، البصل نحنا هنا مريدة نحمسه، ونخلي قصين من الثوم المطحون، نقطع ناعم ونخليهم على نار ناصية يتهدرون، وبعدين نرجع لكم نخلطهم مع بعض ونشوف الكفتة مالتنا شو راح تطلع، أو العروق أو أي شيء انتو تحبون تسموها الأكلة. هاي الخضار بس راح نخلي الثوم تقريبا نصف ملعقة ثوم، عفوا كمون، ونصف ملعقة ملح، نصف ملعقة شاي ملح، طبعا على حسب الرغبة، انتو اذا تحبون اكثر تخلون اكثر. وتقريبا صارت جاهزة، وهاي راح نخليها تبرد ونرجع لكم ونشوف لكم شو راح تصير هاي الطبخة مالتنا. وهاي المفروض واحد من يكون فيجيتابل او فيجيتوريز بالسويدي نسميها، ياكل مفروض ياكل 2 إلى 3 عدس بانواعه، لانه هو بروتين النباتي، عدس والباقلة هاي الشغلات لازم يكون واحد يدخلها، حتى لو احنا مو فيجيتابل او نباتيين لازم ندخل هاي المواد للطبخ مالتنا يوميا، صحية اكثر وطبعا تنطينا فوائد اكثر. احنا نقدر ناكل هاي الشغلات، اللحم والدجاج والسمك وهاي، بس اللي ما ياكلون اللحوم وهم فيجيتوريس الا الفيجيتابل او هذول لازم ياكلون هاي المواد، لانه يصير عندهم نقص بالبروتين، لازم ياكلون. بعد ما برد الخضروات مالتنا والعدس، راح نخلط اذا عندكم طحين مال ذره، او اذا عندكم طحين عادي ايضا تقدرون تخلون، بس تخلون كميه معقوله، او سميد. فاحنا راح نخلي 2 ديسيلتر من الطحين مال ذره، نخلطهم بهذا الشكل، وطبعا نشوف من نجي نقلي ونسوي فورم، اذا نحتاج بعد نخلي بعد
طحين أو نخليه طحين الذرة بهذا الشكل يتماسك. إذا عندكم كسكس هم يصير جريش إيش يصير من تقدرون تخلون أي شيء على مود يتماسك يصير عندنا عجينة. خليناهم بالخلاط وراح نثرمهم إلى أن تصير عندنا عجينة متماسكة. راح نخلي شوية زيت زيتون تقريبا نص ديسيلتر على مود ينطينا طعم وطعم. شلون صارت العجينة مالتنا؟ وقدرون تستغنون عن زيت زيتون إذا ما تحبوا طعم زيت زيتون تحطون زيت عادي. وهذا شكلها تقريبا النهائي. راح نخلط الباقي. إذا عندكم طبعا بتيتا أيضا مسلوقة أو رز مطبوخ تقدرون تخبطون وياها. كلها أي شيء نباتي تقدرون أي شيء نباتات تقدرون تخلوا بيها. يعني مثل الرز الخضروات قصدي آسف وتخلطوها وياها. هاي الباقية نخليها شوية خشنة على مود يبين عندنا الخضار بأكلتنا لليوم بهذا الشكل. وراح نخلي العجينة مالتنا ترتاح فد نص ساعة ونرجع نشوف لكم. هسه اجى دور بعد ما ارتاح العجين تقريبا ساعة بالثلاجة نبدي نقلي طبعا اذا تريدون بهذا الشكل او تسووها كرات هاي قاعدة لكم. تقدرون طبعا تحضرون صحن تحطون فينكس او ورق التنشيط او تقدرون تسووها بهذا الشكل ايضا وتقلون وحدة وحدة حسب رغبتكم. والمواد كلها تقريبا مستوية لا يحتاج تقلوها هواية وانا حسب الرغبة ايضا. انتو ان شاء الله تريدون أكلة جدا صحية مفيدة للفيجيتابل وإذا حبيتوا هاي الأكلة أو أكلات الفيجيتابل النباتي تقدرون تكتبون بالتعليقات وأنا أنزل لكم أسوي لكم أكلات كثير طيبة مفيدة وصحية. وإذا شفتوها قامت تتكسر أو شو اسمه خلاص تحلون لها شوية طحين أو تعلون النار وتقلون بنار شوية أعلى لأنه يعني إذا تكون نار ناصية الاحتمال تتكسر. وتقدرون تسووها نص استاو تحطوها بالفريزر شوية ما تحتاجون تطلعون وتقلون حجر الحاجة. أتمنى من عندكم تجربون هاي الوصفة وراح تحبوها. إذا جربتوها راح تحبوها من يدي.
وتشكلها بشكل وحلو. إذا شفتوا قامت تكسر بيديكم أو تفلش، تقدرون تزيدونها شوية طحين أو شوية نخالة مع الطحين، تصير كلش طيبة وزينة قوية. شوفوا شلون شكلها حلو. وهاي تتقدم مع صلصة الطماطم والسلطة معاها بجانبها. إذا تحبون أي صلصة ثانية حطوني إياها. تاكلوها ويا الحنبة ويا الطرطور، ترهم ويا كل شيء. صحيح تحب الدهن هاي، بس اللي يكون فيجيتابل لازم ياكل شويه بيها دهن وبروتين. وانتو حسب الرغبه شلون تريدون تسوون الفرن مثل ما قلنا لكم، هيك يا على الشكل او الشكل الثاني شلون انتو ما تحبوا. شوفوا شكلها القدي شكلي وطعمها ايضا لقد وحده من هذول كلش طيبه لذيذه. هذا اذا عجبكم الفيديو سوونا لايك سبسكرايب للقناه على مود يوصل اكبر عدد يستفاد من عنده هاي الوصفه اللذيذة والمفيدة والمغذية. وهي طبعا تقدرون تقلون كمية من عندها. إذا تسوون كمية كبيرة تقلون تحطوها ثاني يوم بس تحموها بالمايكروويف، لا تحمون الفرن تحطوها بالفرن دقيقتين ثلاثة تحنا، أو تقلوها تحطوها بالفريزر نص تقلاها تحطوها بالفريزر شوكت ما تحتاجون. تقدرون تطلعون وتتقدم بهذا الشكل كلش طيبة ولذيذة. وصحتين وعافية. تحياتي مطبخ شيف المهندس. هذا شكلها النهائي أعزائي المشاهدين، نتمنى لكم طبق شهي ممتع، وأتمنى أن تجربون أن تجربوها هاي الأكلة الوصفة. وصحتين وعافية.